بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 82 بعد 100. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد سئل شيخ الإسلام عن أقوام يحتجون بسابق القدر ويقولون إنه قد مضى الأمر، والشقي شقي والسعيد سعيد، محتجين بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، قائلين بأن الله قدر الخير والشر وما لنا في الأفعال قدرة وإنما القدرة لله إلى آخره. فأجاب رحمه الله بقوله: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين بالله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، فكيف بمن كفر بالجميع ولم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده، بل ترك ذلك محتجا بالقدر، فهو أكفر ممن آمن ببعض وكفر ببعض. وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: أحدها أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد، وإما أن لا يراه حجة للعبد. فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس، فإنهم كلهم مشتركون في القدر، وحينئذ فيلزم أن لا ينكر على من ظلمه وشتمه وأخذ ماله وأفسد حريمه وضرب عنقه وأهلك الحرث والنسل، وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون. فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذا، حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه. فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات، لزمهم ألا يذموا أحدا ولا يبغضوا أحدا ولا يقولوا في أحد إنه ظالم ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدا فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم. فتبين أن قولهم فاسد في العقل، كما أنه كفر في الشرع، وأنهم كذابون مفترون في قولهم إن القدر حجة للعبد. الوجه الثاني أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من أهلكه الله بذنوبه معذورا، وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل. الوجه الثالث أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أهل الجنة وأهل النار. قد قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار.
قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وذلك أن هؤلاء سبقت عند الله السوابق وكتب مقاديرهم قبل أن يخلقهم، وهم مع هذا انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح وإلى شقي بالكفر والفسق والعصيان. فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله. الوجه الرابع أن القدر نؤمن به ولا نحتج به، فمن احتج بالقدر فحجته داحضة، ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل من إبليس وغيره من العصاة. ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولو كان القدر حجة لم تقطع يد سارق، ولا أقيم حد على ذي جريمة، ولا جوهد في سبيل الله، ولا أمر بالمعروف، ولا نهي عن المنكر. الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، فإنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقيل: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رواه البخاري ومسلم. الوجه السادس أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه، فهو سبحانه قد كتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة، وأن فلانا يعصي ويفسق فيدخل النار، كما علم أن فلانا يتزوج امرأة فيطأها فيأتيه ولد، وأن فلانا يأكل ويشرب فيشبع ويروى، وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع. فمن قال إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح، كان قوله قولا باطلا متناقضا، لأن الله علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره. ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد لي، فهذا جاهل، فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة فتحبل فتلد، وأما الولد بلا وطئ ولا حبل فإن الله لم يقدره ولم يكتبه. كذلك دخول الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.